يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صفة الكلام لله سبحانه صفة فعلية، فهل نقول إن أصل الصفة، أعني صفة الكلام، إنها صفة ذاتية، لكن كلامه بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء يكون صفة فعلية؟ أخي كل الصفات أصلها ذاتية، كل الصفات مو بس الكلام، الفعليات أصلها ذاتيات. نعم.